برطمان الشخصيات. الله. هشرح لكم قواعد اللعبة. أولاً أنتوا مريتوا بتجارب كتيرة في الدنيا وتعرفتوا على شخصيات كتيرة، يمكن بعضها أو شبهها هيكون موجود، وفي حاجات يمكن عمركم قابلتوها أكيد يعني. كل واحد هيختار بارتنر، كل واحد هيختار شريك له في اللعبة. أوكي. عشان كل واحد هيكلم شريكه بلسان الشخصية اللي هو يختارها. ماشي. فكل واحد يختار بقى. أنا أخذ عمر. أخذ عمر. ماشي. اخد عمر. ايه بقى حليم وعمر؟ خلاص انا مش هقول شيء. انا مش بحبه في عامل شخصيتين. حليم وعمر، مروان وملك، فكري وشوشي. توزعش. احنا هنتكلم بالشخصيات مع كائن فضائي. ده هيتكلم ازاي؟ هعمله بيك. انسان آلي. روبوت. حلو. ديو. مخرج ما روائع موهوب. واحد صوته رفيع جدا. مستنى معلن. منادي بكره بصوت. حلو الكاركتر. انا نجم. انا نجم قط مش دلوقتي يعني. مين بقى مع مين عشان انا كائن فضائي معايا تبع ميكروباصات. ايه كائن فضائي معاه تبع ميكروباصات. حلو جدا. ده اول ديالوج هيحصل. يلا ماشي نبدا يا استاذ. اتفضلوا. هنبدا نعمل ايه يعني؟ هنبدا نتكلم على طول. ماشي. انت بقى. يلا يلا. عبدين 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 عبدين. انا كائن فضائي مش فاهم. عبدين. لا والله عبدين عبدين عبدين. ايه عايز تروح فين؟ الارض. عبدين عبدين عبدين. عايزين نطلع نتكرم على حاجه على عايز تروح فين؟ قلت لك اريد ان اذهب الى الهرم. مش عايز انت تبع مين؟ انت انا انني من المريوطيه. اركب هذا الميكروباص وانزلك تحرير تاخد.